بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الجزء الثالث من البايثون. هنتكلم على البايثون conditions والإف statement. البايثون support الـ usual logical conditions اللي هي المعتادة، يعني اللي هي يساوي يساوي يعني equal not equal اللي هي علامة التعجب ويساوي أقل من أكبر من أقل من أو يساوي أكبر من أو يساوي. هي دي الحاجات الطبيعية يعني اللي هي كل اللغات تقريبا تتبعها. مثلا خلي بالك الإف ستيتمنت في البايثون ما بتحتاجش أقواس، ما بنكتبهاش بأقواس. إف بي بتكتبها على طول، يعني هي والوايل. البي أكبر من الإي وكولن، لازم كولن دي، وبعدين جسم الاف ديت لازم برضه يكون متشفت عن الاف دي، ان شاء الله سبيس واحده بس. لو كان في اكتر من ستيتمنت يبقى لازم كلهم يكونوا تحت بعض، والا يدي ايرور. هنا بيكلمك على الاندنتيشن، بيقول لك ان حاططهم فوق جسم هيدي ايرور هنا مسج. تمام. في عندي الاف اللي هي الس اف، يعني الاي بيساوي 33 والبي بيساوي 33. لو البي اكبر من الاي، لا مش اكبر، فاروح للالس اللي هي الاف. ممكن لو ما كانش في حاجه ثانيه كنت هكتب الس بس بدل الاف، يعني الاف دي اذا كان متعدد الاي بيساوي كذا، لا طب بيساوي كذا، لا طب بيساوي كذا، لا الاف كده. هنا مثلا زي دي، اي بتساوي 200، بي بتساوي 30. لو البي اكبر من الاي، لا طب الاف الاي بتساوي، لا الس اللي هي هنا الحاله دي هتنطبق، هيدي لي ايه جريتر ذان. في عندي شورت هاند اف اللي هي بتقول ازاي، اف اي اكبر من البي، بص دي برنت كذا، يبقى برنت كذا إيه هنا حطيت النقطتين فوق كلن فوق بعض هنا في نفس السطر، خلاص اف اي اكبر من بي كلن برنت، وكتبت السنيبت في صوره ثانيه هنا. يبقى هنا شورت هاند اف الس بقى، شوف بقى ازاي هتبقى هنا اهوت برنت اي اف اي اكبر من بي الس برنت بي. شوف قد ايه لو انا عايز اجيب العددين دول الاكبر منهم مين، يعني الاكبر اللي هو هنا في حاجه 32 هجيبه واجيبه اكتبه برنت اي اف كذا، يبقى هنا الامر سابق الاف، كل اللي خدناه الاول الاف 7 هي دي مع برنت كذا اف اي اكبر بي، وبعدين ما فيش كلام بقى هنا الس كذا. هي دي شورت نوتيشن، كتبت الاف كلها في سطر في سطر واحد. هنا مثال برضو تاني، اف اي اكبر من برنت اي اف اي اكبر من بي الس. طب الالس دي جواها الس برنت كذا، والاف دي جوه الالس دي، اف اي بتساوي كذا كذا برنت بي. يعني هنا بص الاي اكبر من البي، لا مش اكبر، يبقى مش هطبع الاي. طب الس برنت يساوي، وهنا طب الاي بتساوي، بتساوي، يبقى هنا ايه يعني البرنت دي بتاعت الاف دي، وكل ده كل الكلام ده جوه الس. يعني الكلام ده لن يتنفس الا لن ينفذ الا اذا كان الاي اصغر من او بيساوي بي. تاني برنت اي اف اي اكبر من بي، لا يبقى بص الالس. الالس دي عباره عن ايه؟ عباره عن الاف ستيبن دي كلها اللي هي عباره عن جزء برنت يساوي اف اي بتساوي بي. هل اف بتساوي إيه؟ هل اي بتساوي بي؟ يبقى هنا هتكتب يساوي بس، الالس دي مش هنفذها. ماشي يا جماعه؟ اللي هي اكبر؟ لا. طيب اللي هي يبقى ليه هنا اقل من او يساوي البي؟ لو اللي بتساوي بي اكتب يساوي، اذروايز اكتب بي، يعني برضه اكتب الاكبر او يساوي يعني كده تعمل. فده يعني مثال كويس دوت، في هنا ثلاثه اكبر اصغر يساوي، هنا كان هنا هنا ايه يا اكبر يا اصغر بس. هنا اكبر بس. طيب الاند دي في عندنا نوعين من الاند، اللوجيكال اند والبيت وايز اند. هنا الاي اكبر من البي اند، يعني في نفس الوقت السي اكبر من الاي، يبقى هنا ايه
الاي اكبر من البي والسي اكبر من الـ من الاي، يعني السي اكبر من الاي والبي مع بعض. يبقى هنا هنا لازم يكون البوث كونديشنز دول ترو، لازم عشان دي يتحقق لازم يكون الاي اكبر من البي في نفس الوقت السي اكبر من الاي. الاور ايهما هيدي والاور، يبقى الان تكتب اند كامله والاور تكتب اور كامله. مظبوط. هنا ممكن الليست اف اف اكس اكبر من 10، لو كان يس هض عليه وخش على دي. طب الاكس اكبر من 20، خلي بالك بما ان الاف دي على في مستوى البرنت دي، الاثنين دول في جسم اف هنا. طب هنا الاكس اكبر من 10، الاكس 41، يبقى هنا اباف 10. طب هل هي اكبر من 20؟ خلاص اورسو اكبر من 20 إلس طبعا الجمله دي كلها، خلي بالك هنا إلس في مستوى اي واف دي بتشفتها على الاف ديت، يعني في حاجه وين البرنت دي داخله شويه، البرنت دي داخله شويه، لو هي داخله بسفتين يبقى دي داخله بسفتين وهكذا. عندي فور وعندي وايل اي بتساوي واحد، طول ما الاي اصغر من سته يعني واحد اصغر من سته الف اطبع لي واحد وزود لي الواحد بواحد، يبقى اتنين اصغر من سته اطبع لي اتنين واتنين بقت الاي بقت بتلاته وهكذا لحد ما الاي الخمسه هنا اصغر من سته يس اطبع لي خمسه وزود لي بسته. هنا هو السته اصغر من سته لا ايوه فورس، يبقى دي هتطبع لي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه بس. البريك ستيبمنت كلنا عارفينها ان هي سوري تكسر اللوب، تبقى شغاله مع الوايل وشغاله مع الفور، تكسر اي لوب، تكسر تخرجك بره جسم اللوب خالص، بعكس كونتينيو تخرجك بره اللفه اللي هي فيها لكن ترجع تاني للوب. يعني بص كده يعني هو اي بيساوي 1 واي اقل من 6 برنت كذا اف بيساوي 3 بريك. طب ايه يبقى هنا ايه؟ هنا الاي بتساوي 3 هخرج بره جسم اللوب خالص، يعني عمري ما هوصل ل 6، عمري ما هزيد عن 3، يعني دي هتلف بس واحد واثنين، هتلف بس واحد طبع واحد واثنين بس يعني هنا ايه. طيب وكونتينيو لا هنا هطبع هنا اي بتساوي 0، 0 اقل من 6 زود لي واحد، زود لي واحد واف اي بيساوي 3 لا ما بتساويش 1 ما بتساويش 3 فيطبع لي ايه؟ فكونتينيو مش هعمل كونتينيو عشان اي ما بتساويش 3 دي بتساوي 1 وبعدين برنت اي طبعت كام؟ 1 وهرجع تاني اي بتساوي كام؟ 2 مش كده؟ 2 2 بتساوي 3 لا هي ما بتعملش كونتينيو هعمل برنت 2 وبعدين هرجع تاني هنا يبقى هنا 3 3 خليها ب 4 اي بتساوي لا 2 بقت ب 3 يعني بصوا يعني هطبع هنا بطبع هنا اي صح؟ هطبع واحد وهطبع اثنين ومش هطبع ثلاثه ابدا وارجع اطبع اربعه يبقى واحد اثنين اربعه خمسه خلاص؟ البايثون 4 احنا خدنا نوع من الفور اللي هو الفور اي ان فروتس، الفروت دي يا طابل يا 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 لستة يا ديكشنري يا ست، هل موجوده في الفروت ديت؟ يبقى هلف واي دي سوري واي دي مش هنا ما بيسالش اي، هنا اي دي هتلف على الايتم بتاعت الفروت واحده واحده، يعني اول لفه الاكس هتساوي ابل، ثاني لفه هتلف الاكس بتساوي بنانا، ثالث لفه الاكس هتساوي شيري، وكل مره ايه بحري. ممكن بدل ما تكون لسته ممكن يكون سترينج كأن السترينج عباره عن ليست اوف كاركترز بس. يبقى هنا اكس اول لفه هتساوي كام؟ هتساوي بي بنانا بي، والاكس هتساوي ايه؟ الاكس هتساوي ان، والاكس هتساوي ايه؟ وبعدين ان وبعدين ايه؟ كل مره هطبع ايه؟ هطبع الحرف اللي هو البريك خلاص قدامها. هنا البريك دي معناها ايه؟ اكس بتساوي اكس في فروت، يبقى لف على كل واحد من دول، اول لفه
اعتبر اكس بيساوي ابل، فهطبع ايه؟ فهطبع ابل. تاني لفه الاكس بتساوي بنانه، هطبع بنانه. ولكن لما الاقي بنانه هلاقي هعمل بريك فاخرج بره الليل، كاني مش هطبع الابل وبنانه عشان مكتوب البريد قبل البريك يعني. فهنا هطبع اول اتنين بس. هنا لو كان العكس، اكس بتساوي بنانه اول لفه هطبع ابل بريد اكس. طيب بعد كده اكس بتساوي بنانه، لا هنا البريك سبق البرنت فهكسب، فمش هطبع غير بنانه بس. هنا مش هيطبع بنانة تحت، لكن فوق هيطبع بنانة. بالظبط هطبع قبل بس. يبقى هنا قبل بنانه وهنا قبل فقط عشان البريك تمام. قبل البريك. الكونتينيو نفس القصه، احنا اتفقنا يعني انا لما يكون عندي اكس بتساوي بنانه كونتينيو هعمل ايه؟ كونتينيو هعمل ايه؟ كونتينيو هاخد ولا اكس دخل شويه واي. عشان اروح انا واقف عند مين؟ طب نشوفها، اكس بتساوي فروت يبقى قبل، او لا اف قبل، يبقى دي حفه دي هتطبع. وبعدين تاني لفه الاكس هتساوي ايه؟ بنانه. فهنا هتخش على طول اكس بتساوي بنانه تساوي بنانه فكونتينيو. يعني سيبك من البرنت دي، سيبك من اللي جاي ورا وارجع تاني للوبه من اولها. يبقى اكس لف ورا هتساوي كام؟ شيري. يبقى هنا هطبع شيري، يبقى هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي قبل وهيطبع لي شيري وهي يطبع بنانه. يعني دي هيطبع كل لسته ما عدا مين؟ ما عدا بنانه. مفهوم يا جماعة؟ تمام. اللي مش فاهم يقول مش فاهم يعني. الرينج دي حاجة مهمة جدا. الرينج دي بكتبها، اكتب لها رقم من هنا، بتفك الرقم ده إلى من زيرو لحد آخر، إلى حد ما قبل الرقم. يعني زيرو، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ممكن ده رينج. اديها اللين بتاع اللينس بتاع طبعا طبعا الحاجة. طبعا 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 بدل الفيكس طبعا مثلا اللين بتاع الليست مثلا. بالظبط. فور اكس ان يبقى هنا ايه؟ دي هتترمي، دي هنعوض عنها بمين؟ بليستها فيها 0 1 2 3 4 5، وهنا هيطبعهم. خلاص؟ يبقى ده الرينج. فالرينج هنا مستخدمه كثير جدا، وزي ما رحاب بتقول ممكن احيانا اكتب هنا بدل الرينج اكتب هنا لين. المهم انا عايز ايه؟ لستة ارقام عشان الف الايه؟ عشان الف ايه؟ هذا العدد من الارقام من 0 لحد 5 يعني 6 مرات. هنا فور اكس ان رينج 200 ل 6 يبقى كام؟ 2 3 4 5، خمسة. من اول 2 لحد ما قبل 6 اللي هي 5. يبقى هلف هنا كم مره؟ الف اربع مبروك. الف اربع مرات. هنا اللفه رينج من 2 لحد هيعد من 3 2 بس، ل 30 ويزود 3 كل مرة، وكل مره يعني اسوي كل مره ازود كام؟ 3. ابتدي ب 2، بعد كده خمسة كام؟ 5 خمسة 8 8 11 14 لحد 17 ما اوصل 20 ل 30 23 قبل 30. 26 وقبل 30 اللي هي 29، يعني اخر حاجه 29 اهو. كل ده كلام بسيط خالص. هنا الالس في اللوب، هنا الاكس في الرينج 5. طب ولما تقلص خالص اطبع لي الرساله دي. يبقى الس دي معناها ايه؟ لما تخلص لف لاي سبب، خلص العدد اللفات، عملت بريك، نفذ ما بعد الس. تمام؟ يبقى هنا هيطبع لي من 0 لحد 5، وفي الاخر يكتب لي ايه؟ فاينلي فينيشد. اللوب ممكن تيجي جوه لوب اهي، فور اكس ان في الليسته دي، و 4 واي ان فور. طبعا البريت دي داخله شويه عن 4 دي، وال4 دي داخله شويه عن ال4 دي. يبقى هنا ايه؟ فوره جوه فوره، لوبه جوه لوبه. يبقى هنا هيجر عليهم في ريد، وبعدين ريد، وبعدين هيلف ايه؟ قابل بنانا شيري، وبعدين تاني بيك يلف ايه؟ قابل بنانا شيري، وبعدين اخر حاجه تيستي قبل بنانا شيب. لوبا جوه لوب. الفانكشن احنا قلناها قبل كده هي ديف، وبعدين اسم سوري اهي. ديف اسم الفانكشن وقوسين مدورين وبعدين كولن وبعدين اكتب اسم الفانكشن. الفانكشن دي ما فيهاش الا امر واحد. خلاص؟ وبعدين لما اجي دي اكتب اسم الفانكشن بس، وبعدين قوسين مدورين بس.
هنا كل يبقى هنا جسم الفانكشن، تعريف الفانكشن، وبعدين هنا ايه البنيديه ليه. هنا البارامترز بقى يعني الفانكشن دي اللي فاتت ما كانش فيها بارامتر، دي فيها بارامتر ازاي يا عم؟ اهو اهو هنا عندي فانكشن، الفانكشن دي تاخد فاريبل اسمه اف نيم، بارامتر اسمه اف نيم، وهنا اكتب جواها الاسم اللي انا اللي اتباع ده اللي هيتباع ده زائد الكلمه دي زي ما هي ريفرنسز. تعال بص لهذه الفانكشن دي، هي فانكشن توبياس، وهنا لينس خلاص. اما انا دي اول مره ديت التوبياس دوت هيتحط هنا، يتحط هنا اهوت، يتكتب هنا اهوت زائد ايه ريفرنسز، وبعدين هنا تحط المره الثانيه تحط كذا او يكتب لينكس ريفرنسز دي. في ممكن يكون ديفولت بارامتر، يعني بصوا هنا بكتب هنا البارامتر بتاعي اسمه ايه كانتري، واحط له ديفولت فاليو اسمه نرويج، نرويج يعني النرويج. فهنا هنا الباي فانكشن هي دي، وبعدين بعت لها سويدين، السويدين دي هتحط فين؟ هتحط فين؟ في الكانتري. طب والنرويج دي ساعتها هرميها، يعني النرويج دي لا تستخدم الا اذا ما كانش فيه دوله. وبعدين يكتب لي ايام فروم سويدن. طب المدينه الثانيه بعت لها انديا، فخلاص النرويج برضو بلاش لازمه، يبقى انديا تحط في الكانتري. هنا اقول له ايام فروم انديا، بعدين لو نزلنا فانكشن من غير ارجومنت ساعتها هياخد الديفولت فاليو دي، ساعتها هيبقى الكانتري بتساوي النرويج، يبقى ايام فروم النرويج. يبقى اول مره يبعت لي ايام فروم سويدن، ايام فروم انديا، ايام فروم نرويج، ايام فروم النرويج. دي اللي بنسميها الديفولت بارامتر فاليو. ممكن بدل ما بصي بارامتر واحد زي ما حصل في المثالين اللي فاتوا، هبصي لسته. هنا اشوف هنا اهو ديف ماي فانكشن، ده اسم الفانكشن اسمها ماي فانكشن، وبعدين الارجوت بتاعتي او البارامتر بتاعتي اسمها فود، والفود دي عباره لسته ببر عليها عشان اطبع. طب شوف هتتبعت ازاي؟ الفروتس وبعدين ماي فانكشن فروتس. يبقى انا الفانكشن دي كلها بما فيها ابل وبنانا وشيري هبصيها زي ما هي لمين؟ الباي فانكشن. اي فانكشن في الدنيا ممكن ترجع قيمه. بص باي فانكشن اكس، وبرجع الاكس واضربها في 5 اهو 3 هترجع 15، 5 هترجع 5 في 5 25، 9 ترجع 5 في 9 في 45. كلام بسيط خالص 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 خالص. هنا الماي فانكشن عرفتها بثلاثه ارجمنت، ارجمنت اسمه تشايلد 3، تشايلد 2، تشايلد 1، وبكتب هنا ايه بقول لك ذا يانجست تشايلد، الولد الصغير اللي هو الارجمنت اللي هو تشايلد 3. شوف هنا بقى لما اكتب الباي فانكشن اقول له تشايلد 1 يساوي كذا، شال 2 يساوي كذا، شال 3 بتساوي كذا. حد يعرف يقول لي ايه الجديد في المثال ده؟ انا شايف حاجه جديده قوي. بص الامثال، المثال ده كان لازم اوصل مين الاول؟ لازم اوصل مين الاول؟ اسم تشايلد 3، وبعدين اسم تشايلد 2، وبعدين اسم تشايلد 1. ده صح، واذا عملت غير كده هيفهم اللي كتبته دوت، حتى لو كانت تشايلد الثالث تشايلد واحد يفهم ان هو تشايلد الثالث. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا اديت القيم في الـ في في, في الفاريبل وانا بنادي، فالترتيب مش مهم. فهنا تشايلد واحد، تشايلد اثنين، تشايلد ثلاثه، طالما ان انا حاطط قيمه، يعني تشايلد واحد اسمه ايميل، ايميل ده ايا كان مكانه بقى. لكن اما لو ما حطيتش وانا بنادي ما حطيتش القيم دي كلها، كان غصب عني لازم احط لينوس الاول، وبعدين توبياس ده، وبعدين ايميل. فهمتوا؟ فهمتوا يا جماعه؟ واضحه يا جماعه؟
يعني ما بتقيدش بالايه، كان لازم اتقيد بالترتيب، الترتيب ده مقدس الا اذا انت بالتالي رحت ايه ال اديت قيم الفاريبلز، فهنا حط اي قيمه بقى مش مشكله. كمان لازم الاسم بتاع الارجيومنت يكون نفسه هو اللي فوق الموجود في الفانكشن قبل ما ناديها. طب انا هعرفهم ازاي؟ هعمل ماتش ازاي؟ طيب هنا بقى لو انا بدخل، لو انا بدخل عدد بالارجيومنت انا مش عارفه مسبقا، هنا كان ثلاثة، أنا مش عارف يكون في كل مرة يكون واحد، في كل يكون اثنين، في كل يكون أربعة خمسة، أي عدد من الأرجو أنت مش عارف. فهنا هذه الفانكشن بتاعتي بحط أسترسك كيدز دي في السي، استنى من السي، the youngest child is هنا kids of two، يعني هنا لو نديت الفانكشن بدي يبقى فين فين kids of two، يعني دول هيبقوا في الكيدز، ساعتها يبقى كيدز في تو مين؟ ليه مين؟ لينس. 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 خلاص؟ يبقى دي لو كانت عدد الايه؟ وي اف يو دونت نو هاو ميني ارجمنت ذات ويل بي باست انتو يور فانكشن. اد اسك بيفور ذا بارامتر نيم ان ذا فانكشن ديفينيشن. تمام. الريكيرجن الفانكشن تنادي نفسها. الفانكشن تنادي نفسها. انا اقولها لكم بسرعه المفروض انتوا عارفينها يعني، لان مفيش يعني مفيش تقريبا لغه حديثه الا فيها الريكيرجن. شوف هنا فانكشن اسمها ايه؟ تراي، يتلخبط شويه بس دايما خلي بالك حجم الكود بتاع الفانكشن اللي فيها ريكيرجن اصغر من حجم الكود اي، بص لو عشان اوضح كلامي، اي فانكشن تتكتب بالريكيرجن ممكن تتكتب بغير ريكيرجن. حلو كده؟ يعني الريكيرجن مش ضروري، اي فانكشن تتكتب بالريكيرجن تتكتب ممكن تتكتب من غير ريكيرجن اي حاجه. خلاص يبقى امال ايه بعمل الريكيرجن اللي الشكل بيكون حلو واقصر؟ اقصر فين؟ اقصر في الكتابه، اقصر في السينتاكس، لكن مش اقصر في التنفيذ. ده بالعكس التنفيذ ممكن يكون اكتر ممكن تاخد ميموري اكتر. طيب هنا الفانكشن اسمها ايه؟ تراي ريكيرجن اوف كي. شوف اف كي اكبر من الزيرو، كي زائد، شوف ناديتها ناديت نفس الفانكشن دي تاني، تراي ريكيرجن كي ناقص واحد. خلاص؟ طيب حد يجي يقول لي، حد يجي تنفذ ازاي ده؟ اقول لك عشان نختصر المسافه، نختار تراي ريكيرجن، نختار كي دي بتساوي 3، يبقى الفانكشن بتاعتي تبقى اسمها ايه؟ اسمها تراي ريكيرجن وفي 3. طيب 3 جينا ننفذ بقى، 3 اكبر من 0؟ اه. طيب يبقى هنا كي اللي هي كام؟ اللي هي 3 زائد تراي ريكيرجن اوف كام؟ اوف كام يا ريحان؟ ماينس 1 اوف 2. هي 3 3 كي بتساوي 3، يبقى 3 يبقى 2. بدل ما كنت هنا بنادي ريكيرجن ب 3 بقت ريكيرجن بكام؟ ب 2. وارجع تاني بعدين مش هكمل، هرجع بقول بقى 2 اكبر من 0. اه طيب كي اللي هي كام؟ اللي هي اتنين. اللي هي 2 زائد تراي ريكيرجن اوف كام؟ واحد. اه وهرجع تاني هنا تراي ريكيرجن اوف واحد، الكي اكبر، الواحد اكبر من زيرو. اه يبقى هنا واحد زائد تراي ريكيرجن اوف كام؟ زائد زيرو. زيرو اوف زيرو اوف زيرو. خلاص هنادي هنا، هنادي تراي ريكيرجن اوف زيرو، هنا الكي اكبر من زيرو لا، يبقى ما تعملش ريكيرجن، يبقى هنزل هنا برنت الريزلت. الريزلت دي بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ بتساوي 3 زائد 2 زائد 1، لان دي اوف ريكيرجن اوف 1 رجعت لي 1، ودي 2 رجعت لي 2، ودي هو دي 3 يبقى كده. وبعدين هنا بقت else الريزلت بتساوي 0 وريتيرن الريزلت. يعني يا دكتور الريكيرجن ده احنا بنعمل كولينج للميثود جوه البادي بتاع الميثود نفسه؟ اه طبعا طبعا. الفانكشن بتنادي نفسها، الفانكشن بتنادي نفسها، وعشان اطمنك اي حاجه بريكيرجن ممكن تتكتب من غير ريكيرجن، والريكيرجن شكله حلو بس في الكتابه، لكن لكن بياخد وقت اطول ممكن، وبياخد داتا ستراكشر اكتر، لان ده كتب ده يتحط في ده
خلي بالك يعني ابتدي باخر حاجه اللي هي اللي هي اللي هي بواحد اللي هي اللي بثلاثه. لا بالظبط ثلاثة اتنين في واحد، في كل مرة بشيل في الستاك وبحط نتيجة هي الريزلت في الستاك، خلاص هو ده اللي بيعمل لي ايه، بيعمل لي اديشن اديشن اديشن، يعني بقول كي زائد ريكيرجن اوف ثلاثة يبقى كام؟ يبقى هنا لما اخلص خالص مش هعمل كي اوف زيرو، مش هنادي مش هنادي ريكيرجن اوف هقول ايه، هقول اخر حاجه هتبقى الواحد عشان اخر حاجه هتبقى واحد عشان هو ناقص زيرو، وبعدين في الاخر خالص في الاخر خالص بس هرتن زيرو، لكن قبل كده بقول ريتيرن ريزلت. طيب جربوها جربوها ونادوا الفانكشن بسته شوف هتديك ايه. تمام يا دكتور. لامدا هي الفانكشن اللي ملهاش اسم، عادتها بكون فانكشن صغيره جدا 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 عشان اوفر سبيس، ولازم تساوي اكسبريشن وترجع قيمه واحده، يعني مثلا بص كده اكس تساوي لامدا، ادي اسم الفانكشن ما اديتهاش اسم، لامدا ايه وايه بتساوي 10، يبقى هنا بص لما اجي ايه اقول له ايه اكس اوف 5 اكس اوف 5، يبقى هنا ايه هنا ايه هنا هتنادي اكس دي هتتنادى هتنادي لامدا ايه اللي هي 5 و5 زائد 10 ب 15 وهكتب اكس، او اكس مثلا بتساوي اي وبي حيث بي اي بي هترجع قيمه واحده، يبقى هنا لما اجي اقول اكس ب 5 وبي كاني بنادي اللامدا دي واحط الاي ب 5 واحط البي ب 6 هضرب ال 5 ب 6 ب 30 وكل دوت ايه هيطبق، يعني هو قيمه اللامدا اللي هو قيمه الاكس، والاكس بيساوي 5 بيساوي كام؟ بيساوي 30. يعني يا دكتور اللامدا دي كي وورد موجوده في البايثون؟ ايوه طبعا. انونيمس يعني فانكشن ليس لها اسم، لما يكون عندك عمليه صغيره عمليه حسابيه بسيطه وعايز تعمليها بدل ما تكتبيها فانكشن وتديها اسم بتاع لا استخدم اي فاريبل على طول اكتبي لامدا واكتبي الاكسبريشن بتاعك نتيجه الاكسبريشن ده هيرجع للفاريبل ده. تمام يا دكتور. هنا هو بيقول لك يعني امتى ارجع ل اكتب ال هنا في الاوبجكت اورينتيشن احنا اتكلمنا على الكلاس واتكلمنا على الكلاس فاريبل اللي هو ممبر يعني، واتكلمنا على يعني الممبر ده هو كلاس فاريبل خلاص او انستنس فاريبل، ايه الفرق بين الاثنين حد يعرف؟ يعني هو الاعم كلاس ممبر قد يكون يعني كلاس فاريبل يا انستنس فاريبل، ايه الفرق بين الاثنين؟ طيب ايه الفرق بين الكلاس وبين وبين الاوبجكت او الاوبجكت يعني انستنس؟ لسه اي حاجه النهارده اول بلو برينت من الكلاس بالظبط كده، الكلاس هي البروبيز، الكلاس هي الاسطمبه، الكلاس هي الاسطمبه يعني عندي كلاس اسمها ستودنت، عندي ستودنت لسه مالكش دعوه، دي كلاس اسمها ستودنت فيها السنه الدراسيه والشهاده اللي خدها ومش عارف وترتيبه ودرجاته كل كده، دي 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 الفاريبلز بتاعته بتاعت ايه بتاعت الاوبجكت اللي هيطلع من الكلاس ده. اما مين بقى مين الاوبجكت مين الانستنس؟ انستنس يعني حدوث من الكلاس دي، الاوبجكت هو انستنس من الكلاس دي، مين هو؟ محمد واحمد ومحمود وابراهيم وبسنت واحمد ومحمود وابراهيم وعادل، هو دول الايه الاوبجكت، يبقى الاوبجكت هي الانسنس والكلاس هي الاسطمبه. حلو كده؟ كويس. يبقى ال افرض انا عندي فاريبل على مستوى الكلاس، ينفع اقول لك مثلا
احنا الكلاس بتاعنا فيه كام طالب اللي هو كورس الاي اي ابلكيشن ده مثلا 15. ممكن احرف فاريبل اسمه ايه اي اي كاونت. هل ده يتشال مع رحاب ومع بسنت ومع مروه ومع هاجر ومع 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 ولا ده فاريبل عام خالص يدل على مجموع عدد الاليمنت في الكلاس؟ جلوبال فاريبل بيكون موجود جوه. الله يفتح عليك. سميه بقى كلاس فاريبل بلاش كلمه جلوبال. كلاس فاريبل هو ده معنى كلمه كلاس فاريبل. طب وايه معنى الانستنس فاريبل؟ لا رحاب ليها انا بكتب الدرجه بتاعتها ومروه ليها الدرجه وهني الدرجه محمد ليه الدرجه فالدرجه دي هي انستنس فاريبل. عرفت الفرق؟ ده فاريبل هيبقى كلاس فاريبل يبقى فاريبل لكل الانستنس اللي عندي كل الاوبجكت لا تطلع. اما الانستنس فاريبل لا ده فاريبل لفاريبل فاريبل اسم الطالب الاولاني اسم الطالب الثاني اسم الطالب الثالث اسم الطالب الرابع. طيب الفانكشن اوفرلودنج يعني ايه؟ قلنا برضو شرحنا الاوفرلودنج لما عملنا اوفرلودنج للبلس ممكن الفانكشن هي اسم فانكشن واحده لكن ليها اكثر من عمليه. مثلا زي الاوبريتور اوفرلودنج للبلس البلس دي هي جمع لكن جمع لكن استخدمتها في ايه؟ في الكونكاتينيشن. الكونكاتينيشن بالظبط. يبقى هنا ايه؟ حملت معنى اكثر مما يعني حملت معنيين. حتى الاسترسك هي معناها ضرب معناها ضرب لكن لما اجي اقول لك مثلا سترنج معين استرسك سترنج استرسك معناها ايه؟ معناها تكرار يعني برنت كلمه ايه؟ هدى بنت دبل كوتس استرسك معناها ايه؟ معناها هدى دي كرريها استرسك ثلاثه يبقى كرريها ثلاث مرات استرسك اربعه مش اضربي في اربعه لا كرري السترنج ده اربع مرات في الكتاب. ادي معنى الفانكشن اوفرلودنج. يبقى ايه الفانكشن معينه ليها اكتر من بيهيفير ليها اكتر من سلوك وكذلك الاوبريشن. طبعا الفانكشن دي يعني امال هيميزهم من بعض ازاي؟ لا بيميزهم بما يسمى بصمه الفانكشن عدد النوع زي يا دكتور اللي هي الميثود اللي هي برنت كل مره بتاخد ارجيومنت مختلف يعني ممكن نبرنت سترينج نبرنت انتجر نبرنت ليست بس دي في الاخر بتطبع. لكن في حاجه تانية يعني مثلا زي البلس هنا لو الارجيومنت بتوعها ارقام هتجمع لو الارجيومنت بتوعها سترينج هتعمل كونكاتينيشن. طيب وعرفت الانستنسيشن يعني ايه اللي هو تخليق اوبجكت من الكلاس معين والانستنس هو انديفيدوال اوبجكت. الميثود هي الفانكشن بتاعت الكلاس خلاص والاوبجكت خلاص عرفناها هي يونيك انستنس من داتا استراكشر والاوبريتور اوفرلودنج عرفناها مفيش قدامنا غير الانستنس اللي هي الوراثه يعني انا ممكن اعرف كلاس اسمها ايه مثلا كائن حي مثلا ما هي دي تجمع ايه صفات الكائن الحي. الكائن الحي ايه الصفات يتغذى يتكاثر يحيا يتولد يموت مش كده جميع الاحياء تندرج على هذا. وبعدين اطلع من الكائن الحي ده مثلا سب كلاس اسمها هيومن بينج يبقى هنا دي سب كلاس من الكلاس اللي اسمها هيوم اسمها كائن حي لكن هنا ده كائن حي بشري فممكن هيارس جميع الصفات اللي في الكائن الحي وممكن يزود عليها هنا الابن ممكن يزيد عن صفات الاب صفات الاب هي الحد الادنى اللي موجوده للكائن الحي هنا الكائن الحي البشري ممكن كلمة يعمل دي لا تتوافر في الكائن الحيوان أو النبات مش كده؟ وممكن كمان أروح بخلق مثلا student أخليها من مين؟ أو موظف أخليها من مين؟ من الكائن الحي البشري صح؟ هيرث جميع صفات الكائن الحي البشري بياكل ويتكاثر ويعيش ويموت ومش عارف ايه خلاص؟ لكن هو في صفات اخرى
قد لا تكون موجوده في الكائن الحي البشري ان هو يعمل. مش جميع مش كل كائن حي بشري بيعمل. وبعدين ممكن كمان اطلع سب كلاس اسمه هو مثلا امبلوي، كائن حي برضو بشري وفي صفاته، وهو كائن حي في صفاته، وهكذا. الامبلوي ده قد يكون نوعين، موظف دائم او موظف مؤقت بالساعة او مثلا وهكذا. ادي معنى كلمة انهيرتنس. يعني فالانهيرتنس يعني اب البيرنت والتشايلد، وممكن تكون لاي ليفل، والتشايلد بيرث جميع صفات الاب وقد يزيد عليها. تمام، يبقى كده عرفنا المصطلحات بتاعت الاوبجكت اورينتيشن. ازاي اعرف كلاس؟ كلاس واكتب اسم الكلاس. اهي ماي كلاس، نوعها كلاس، والاكس بتساوي 5. ايه اكس بتساوي 5 دي؟ احد البروبرتيز، احد الفاريبلز بتاعت ماي كلاس، ودي كلاس فاريبل. لان هيرثها مين؟ كل الاوبجكت اللي خارجين من ماي كلاس ده. طيب انا عايز اخلق اوبجكت من الكلاس دي بقى. الكلاس بتاعتك اسمها ايه؟ ماي كلاس. ايه رايك في الكلاس؟ بي 1 تساوي ماي كلاس وقوسين مدورين. انا كده كريت اوبجكت من الماي كلاس. برافو عليك، ادي الاوبجكت. هل الاوبجكت ده ورث الماي كلاس؟ ورث اكس بتساوي 5. لو قلت له بي 1 بتساوي بي 1 دوت، بي 1 بتساوي دوت اكس، خد الاتريبيوت بتاعه، هيطبع لي 5. هيطبع لي 5 ماشي كده، هيطبع لي 5. طيب بص هنا، هنا لو قلت لك كلاس بيرسون يعني ايه؟ كلاس واسمه بيرسون. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. والكلاس قلنا جواه ايه؟ هو فانكشن، هو ميثود اسمها ان ميثودز، ميثود اتريبيوت وميثود اللي هي فانكشن. صح. طيب ادي احنا شفنا اكس بتساوي 5 دي شفنا مثال الكتب الفاريبل عادي خالص، ده هو ده اتريبيوت. طيب طب وهنا دي فانكشن تكتب ازاي؟ ديف برضه عادي، ديف. بس الفانكشن دي ليها معامله خاصه. ليه؟ لان هي بص كده ازاي، اندرسكور اندرسكور انت اندرسكور اندرسكور. ايه انت دي؟ هذه الانت اسم الميثود. لا دي فانكشن في طبعا هي ميثود او فانكشن موجوده في البيرسون اللي هي الكلاس، لكن هتنادى اوتوماتيك المين كل لما اخلق اوبجكت. عشان كده سميناها انيشاليزيشن، هتنادى اوتوماتيك مش هناديها انا. هي هتنادى يعني بص هنا ديف انت، وبعدين عايز تن اربط لازم تكتب كلمه سيلف دي معلش، وبعدين نيم وايج. هشرح لك كلمه سيلف دي معناها ايه. نيم وايج والكلر ايه، وادي كتبت اهو سيلف دوت نيم يساوي هو النيم اللي ببعت لك، وسيلف دوت ايج وهو ده الايج اللي ببعت لك. كده الفانكشن خلصت. كده ايه فانكشن خلصت. تعالى تعالى بص بقى، بي 1 بتساوي بيرسون وبتقصين جور و36، ايه اللي يحصل؟ عمل اوبجكت من البيرسون، عمل اوبجكت اسمه بي 1 من الفصيله اللي اسمها بيرسون. خلاص وبسيط دي يعني تنفذ اوتوماتيك. ايه دي يعني تنفذ لصالح مين؟ لصالح بي 1. يبقى سلف دي يا دكتور معناها هتروح للنيم، وال 36 هتروح للاتش، هيجي يكتب الايه؟ يبقى بي 1 ده، بي 1 ده هيبقى بي 1 يعني يبقى السلف بتاعه نيم بتاعه والايدج بتاعه هياخدوا القيم دي اللي هي مبعوته له اللي هي نيم والايدج. مش كده؟ السلف دوت نيم يساوي نيم، سلف دوت ايدج يساوي ايدج. خلاص عايز تجربي اكتبي بي 1 دوت نيم بي 1 دوت ايدج هيكتب لك ايه؟ جون
و 36 but it is called automatically اللي هي انت every time the class is being used to create a new object. هيتنادى مباشرة كل لما اجي اعمل ايه كل لما اعمل object هنا الobject based. طب لا انا مش عايز خلاص انت تعرفت عليه مفيش فرق بين انت وبدي غير طريقه الايه طريقه الـ يبقى سيلف دي بتعود على ايه على يعني الكلام ده هيبقى بتاع الاوبجكت اللي هيتخلى. طيب عندي فانكشن ثانيه اسمها ايه ماي فانك سيلف يعني برضه هتبقى بتاعه الاوبجكت دوت اعمل ايه اقول له هلو ماي نيم از سيلف بتاع الاوبجكت دوت دوت تي. طب انا ليها ازاي يا دكتور اللي هي في الجافا مثلا اللي هي زيس كنا بالظبط 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 شوف هنا بقى في 1 اتس ان اوبجكت من البيرسون كلاس وبيرسون كلاس دي للاوبجكت دوت بسط له النيم وبسط له الايج اللي هو جون و36. هنا لو كتبت بي 1 دوت نيم هيكتب لي جون لو كتبت بي 1 دوت ماي فانك هينادي الفانكشن دي لحسابه يقول له ايه هلو ماي نيم از سيلف دوت نيم اللي هو جون سيلف بارامتر is a reference to the current instance of the class اللي هو بي 1 هنا and is used to access the values the variables that belong to the class. يبقى it doesn't have to be named self مش لازم كلمة self يعني سميها مروة بس هنا مروة وهنا مروة خلي بالك يعني هنا مروة وهنا مروة يعني لو سميت دي مروة بدل سيلف سمي دي ايه مروة هي كمان ماي سيلف ودي مروة ودي كمان مروة لكن ليها صح ودي برضو مروة ودي مروة هكذا يعني مش لازم تكون مروة بس ليه سيلف معبرة اكثر سيلف يعني انا يعني this object اللي هو طالع ده هو الكلام ده بينطبق عليه وهيتنفذ ليه الحساب ماشي كده هو هنا مسمي يعني بدل كلمة سيلف سماها كده Object properties properties اللي هي الصفات اللي هي الاتريبيوت يعني اهو بي 1 دوت 49 لو عايز امودفاي عمر بي 1 ده دل بي 1 دوت اتش مسحت عمر بي 1 ممكن اقول له ديليت دل بي 1 مسحت بي 1 كله البايثون انهيرتنس شرحتها البيرنت والتشايلد هنا كريت الكلاس بيرسون ودي الانت بتاعته لو كان ليه وده الفانكشن برضو بتعرف على سيلف هيت اسمها ايه برنت نيم خلاص وهنا خلقت الاوبجكت اسمه ايه اكس من بيرسون وبسط له هنا في الاف نيم جون وبسط له في ال name دو وهنا هنا x dot print name print name دي function موجودة في ال class person اللي أنا ال x ورسة طب هذا كلام عادي خالص مفيش حاجة جديدة والله بعرف إيه ده طيب جديدة هنا class student person إيه اللي حصل هنا هنا ال class اللي اسمه student بي extend من ال person الشايلد هنا الشايلد وروح حسين البيرنت بتاعه لو ما كتبتش البيرنت بتاعه يبقى دي ايه عبارة عن كلاس مستقلة قائمة بذاتها اول مرة اعملها كلاس ستيورنت هو كل حسين هو خلق هنا لا هنا بكتب حسين الاب بتاعه هنا بيرسون دي بلاش اب
غير سلوك كلام على طول، يبقى ايه خلقت كلاس مستقله. لكن هنا لا، هنا لا، هنا ليها اب اسمه بيرسون. يبقى السيولين دي هترس كل شيء في مين؟ بيرسون. وهنا لما اجي اخلق اوبجكت، ده مش اوبجكت، ده كلاس. كلمه بس يعني ايه؟ كلمه بس يعني ايه؟ كلمه بس زي بس ده كتير. لو عايز الاستراكشر بتاعي احيانا استراكشر يعني ايه؟ ما يعملش حاجه. يعني مثلا احيانا لما اجي اقول له اف ايه اكبر من بي مثلا، وعايز اكتب ستيتمنت بقى في حاله ايه اكبر من بي، صح؟ لو كتبت كلمه بس ما تعملش حاجه، ايه اكبر من بي ما تعملش حاجه خالص، مالكش دعوه. يعني بس يعني ايه؟ لا تفعل شيء، do nothing. امال بكتبها ليه؟ احيانا الاستراكشر بيقول لي عليا ان انا ايه الشكل العام بتاع اف لازم احط هنا حاجه في الزيرو، لا حاجه في الـ في الـ في الـ في الترو بارت ده. خلاص عرفنا بس يعني ايه؟ طيب ما تعملش حاجه. طيب يبقى هنا كلاس السيرن دي اتس تشايلد، والبيرسون دي الاب. هنا اكس دي، اكس دي السيرن مايك وولسن. يبقى اكس ده اتس ان اوبجكت اوف ستودنت كلاس، ومن ثم ايضا هو ايه؟ هو بيرسون. فاذا كانت ستودنت هترس كل حاجه بيرسون، يبقى اكس هارس كل حاجه من ستودنت، لو بضرب ورس كل حاجه من بيرسون. شوف رغم ان ستودنت ما فيهاش حاجه فيها بس يعني ما تعملش حاجه، لكن هو خد من مين؟ خد من بيرسون، خد من بيرسون الانيت وال وخد وخد البرنت نيم، دول خدهم من الجد مش من مش من الاب مباشره. طيب ال هنا بص هنا كلاس ستودنت بيرسون، بدل هنا او يعني هنا بدل ما يكتب باس، لان عايز يكتب حاجه بقى، عايز يعمل ايه؟ كتب انت الستودنت الابن، ده يتنفس في حاله التخليق مش الاب بيرسون لا الستودنت. يبقى دي برضو نفس الكلام، عمليه سوف تنادى اوتوماتيكيا عند تخليق انستنس من الستودنت. طيب واحد يقول لي طب افرض البيرسون له انت، لا بدان الابن له انت، يبقى الاولويه لمين؟ للاب ولا للاب؟ للابن طبعا. يبقى لن ينفذ شيء، لن تنفذ الانت بتاعه الايه، هياخد كل حاجه ما عدا الانت. يعني الانت بتاعه الاب البيرنت ما بمعنى اخر تعبير تاني، ان الانت بتاعه الابن اوفر رايت بتاعه الاب، تكسبها تغلبها تلغيها، ادي اوفر رايت. اسمح لي يا دكتور معلش عايز اسال في حاجه، هي الانت ميثود دي زي كونستراكتور كده؟ يعني ليها استراكشر معين بتتكتب بيه اللي هي اندر سكور؟ لا هي فانكشن عاديه، لكن لازم يكون اسمها انت عشان تنفذ اوتوماتيكيا، وموجوده على فكره في اي كلاس، في كلاس الجافا، كلاس السي بلس بلس موجوده. هي اصلا الشكل اللي هي مكتوبه بيه انها براي، لا الشكل اللي موجوده بيه هي نفس الشكل بتاع اي فانكشن ما عدا كلمه سيلف بس، ده اللي كان هو ده اللي ازعجك. يعني في اندر سكور قبل الانت واندر سكور بعد الانت، ولا ده ولا ده بس خلي بقى عشان ما هي برضه فانكشن مخصوصه، هي فانكشن مخصوصه وتنادى تلقائيا، مش هعمل لها كول، لكن هي فانكشن في الكتابه عاديه، كلمه ديف واندرسكور اندرسكور انت اندرسكور اندرسكور وبعدين سيلف وبعدين الفاريبلز البارامترز اللي فيها، وبعدين بكتب جسمها بنفس الطريقه دي برضو، متشفته شويه عن الاندرسكور الاولانيه، واكتب الاستيبت كله ورا بعض وخلاص. هي تمام يا دكتور. يعني قصدي كلمه انا اقول هي يعني الشكل العام فانكشن عاديه خالص ما عدا الاسم محدد. وعلى فكره في فانكشنز اخرى هتتكتب اندرسكور اندرسكور واسمه اندرسكور اندرسكور، مش هي دي الوحيده اللي ادرس كلها ادرس كلها. طيب واحد يقول لي طب افرض انا عايز كمان الانت بتاعي والانت بتاع، يعني مثلا قلت لك ايه كائن حي صح؟ وكائن حي بشري،
التغذية مش الكائن الحي بيتغذى؟ مش لازم يتغذى؟ مش كده؟ طيب والكائن الحي البشري مش لازم هيرث التغذية؟ ولا غلط؟ بس هزود عليها حاجة بقى، اسم الكلاس ده، انه هو بيتغذى زائد ان هو في الغذاء بتاعه بياكل حاجة ما بياكلهاش اي كائن حي اخر. يعني بقول مثلا بياكل شوينج، يعني بيمضغ مثلا، مش بيعمل كده غير الحيوان والانسان، مش كده؟ طيب في الحالة ديت يعني انا كمان عايز الانت اللي بتاعت الاب اللي ياكل بس، وعايز كمان اقول ان هو بيمضغ في الانشاليزيشن. شوف بكتبها ازاي بقى، الانت اهي وجواها نادى مين؟ نادى الانت بتاع مين؟ بتاعت الاب نداها، هي اللي مكتوبه فوق. يعني دي في حاله، يعني هنا الانت ده ما عملش اوفر رايد للانت بتاعت الاب، ولكن اضيف اليها وليس الغاها. فانكشن اسمها سوبر فانكشن، او ينادي يقول سوبر، دي كده بينادي على الاب يا دكتور. يا اما يكتب اسمه يا اما يقول سوبر. بالظبط. هيخلي التشايلد يرث كل الميثود والبروبرتيز من الاب. طيب هنا ممكن اكتب، خلي بالك السيلف دي مش تبع السوبر، يعني سوري في مستوى السوبر، تبع الاستيودنت. ايوه الاستيودنت، الاستيودنت دي وارث من بيرسون، وبعدين هذه الفانكشن انت، وبعدين فانكشن اسمها نادت مين؟ نادت السوبر بتاعت الاب، صح؟ تمام خلاص. طيب السيلف اللي تحتها دي بتاعت الاستيودنت، بتاعت الانت بتاعت الاستيودنت، بالظبط تحت الانت دي، لان هي على مستوى مين؟ على مستوى ايه؟ على مستوى السوبر دي. طيب انتوا عارفين الكلام ده خالص، يعني دي بدل عشان والا لو كانت كتبت هنا يبقى دي مش تبع الانت بتاعت السوبر يعني. طيب هنا ضاف فاريبل جديد ما كانش موجود في بتاعت بصوا يا جماعه، هو عايز هنا اقول ايه؟ عايز اقول ان بتاعت الاب كانت ايه السوبر بتاعت الاب، اللي بتاعت السوبر اللي هو الاب كان فيها كام ارجومنت؟ اف نيم ولاست نيم. انا هنا زي التغذيه وتغذيه مع مضغ مثلا، هنا الانت بتاعت الستودنت لا اف نيم ولاست نيم والسنه، دي ما كانتش موجوده قبل كده. فهنا فاريبل جديد هيتضاف ويتخلق اوتوماتيكيا لكل طالب يتخلق بالاضافه الاف نيم ولاست نيم، هيتخلق له حاجه اسمها جراديويشن واحط فيها السنه اللي انا بعتها. والله سهله جدا يا جماعه، مفيش اي حاجه. سيلف نوت جراديويشن يير، يبقى هنا عندي الستودنت بقى عنده كام فاريبل جوه الكلاس دي؟ ثلاثة الاف نيم ولاست نيم وجراديويشن يير. وبالمره وانا بخلاهم طلعت كمان ايه؟ يعني جميع الطلبه اللي هتطلع اللي جراديويشن يير بتاعها 2019، دي دفعه 2019. طب عايز اخليها، لا مش 2019، عايز تخليها سنه، واحط هنا يير وهنا لا دي لسه فانكشن ثاني موجوده جوه الستودنت اللي هي ويلكم سيلف. هنا بقول له ايه؟ ويلكم الفيرست نيم، ويلكم اللاست نيم تو ذا كلاس والير. تعال نضيف، تعال بقى نخلق له حاجه. لما نيجي نخلق له الستودنت حاجه لازم ايه؟ نقول له اكس ستودنت
وبصيله 3 ارجومنت. ما داش مثال لكن هو عشان حسنا سهلة. بيلت ان ممبر اوف كلاسز برضو سيبك من دي بسيطة. هنا بص السبيشال ميثود اللي قلت لك عليها يا رحاب ايه اندرسكور اندرسكور ريبر. يبقى في فانكشنز اخرى فانكشنز اخرى بتاخد ايه اندرسكور اندرسكور وقبل وبعد. هبقى اشرح لكم دي بعدين لو فاض وقت. يعني كل الفانكشن دي بتاخد ايه كل الفانكشن دي طالما اندرسكور قبله بعد يبقى دي فانكشن مخصوصه بلت ان يبقى ليها زي الانت كده. دي يا دكتور جايه من الاوبجكت كلاس يعني اي كلاس احنا بنكريته بيكون ليه الفانكشن دي. دي الكلاس نفسها هي كلاس وليها واي كلاس اخليها بترس هذه الفانكشن دي بما فيهم الانت يعني زي الانت يعني. هنا احنا قلنا لو حطينا string مع 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 رقم هيدي ايرور صح؟ ما بيعملش concatenation هو. عشان كده الاتنين دي حولناها لايه؟ string يبقى الاتنين دي ما بقتش رقم بقت string وساعتها اقدر اعمل concatenation string مع string. وكذلك برضو في الاتريبيوت في برضو سبيشال اتريبيوت اندرسكور اندرسكور دي الدوك والكلاس والموديول والديكت. مش هشرح دلوقتي ايه لو بصيت ليهم في يعني في منتهى الهيافه يعني في لما تيجي تكتب مثلا اف ستودنت ده 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 كلاس يعني كده بتخلق اوبجكت سوري بتخلق اوبجكت اسمه بوب سبيس و23 وهذا الاوبجكت هشاور عليه بمين بشاور عليه باف او الاف كتبت له اندرسكور دوك اندرسكور دوك هيجيب لك جمله دوكيومنتيشن جمله زي كومنت كده تحت اسم الفانكشن. مش يعني مش هشرح السبيشال اتريبيوت او السبيشال فانكشن دلوقتي خالص. ديت والتايم انا عندي موديول اسمه ديت تايم ولما اجي ادي الفانكشن موديول اهي ديت تايم دوت والعمليه اسمها ديت تايم. العمليه اسمها ايه ديت تايم. يبقى الفانكشن اسمها ديت تايم موجوده في موديول اسمه ديت تايم موجود. هنا هيرجع لي تايم في يونيفرسال كود كارنت تايم يعني يونيفرسال كود احطه في الاي والبي همسكه حتى امزمز حتى عليه احوله من ديت الى سترينج واطبعه واطبع البي عشان اشوف الفرق ما بين ايه ما بين ال ديت تايم في في شكل يونيفرسال وتش في ديت تايم لما هو يتحول الى ايه الى string. ده انا مش شايف حاجه كل ده تبع السبيشال على فكره كل ده تبع السبيشال. لو ما فهمتهاش اشرحها يعني مفيش مشكله عندي خالص يعني. ده لو قرتوها تفهموه عادي يعني. أو بصوا كده دي ممكن خلاص احنا كده خلصت تقريبا اللي هو الجزء بتاع السبيشال اللي انا ما شرحتوش سواء سبيشال فانكشن او سبيشال اتريبيوت يعني. كلاس امبلوي دي معناها ايه؟ كلاس اسمه امبلوي دي كلاس صح؟ دي اللي هي ايه؟ دي كومنت سنجل كود تحت اسم الفانكشن تكتب كده. دي تيجي امتى؟ فاكرين الاف دوت دوك؟ هي دي لو كتبتي اف دوت دوك ديت هتظهر الجمله دي كلام فارغ وهايف وتافه ومحدش بيستعمله ابدا خلاص. ام بكاونت يعني ايه؟ ده بايت ايه
variable ولا class variable؟ إيه؟ ده class variable. ده class variable. يعني هذا ال variable هيكون على مستوى الكلاس وليس مش ولن يكون على مستوى ال individual. مش هيكون على مستوى الأوبجكت، مش هيكون على مستوى الانستنس. وادي ايه؟ الفانكشن. لا ده الانيشيال. يعني الفاريبل ده انيشيال بتساوي زيرو. خلاص هنا كل لما اجي اخلق اوبجكت من الفصيله دي، فصيله الامبلوي دي، هعمل ايه؟ دي هتزود الانيشيال، احط فيه السالري وازود الجلوبال كلاس فاريبل ده بواحد. كل انسنس هيتخلق من امبلوي هيزود العدد بواحد. تمام. يبقى بعد كده في الاخر خالص، في اخر البرنامج لما يشوف هو بيقول له عدد الامبلويز عندي كام، يا دوبك هات بعدها. اهو اهو لف ديسبلاي. اي اوبجكت عايز يعرف كم 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 اوبجكت لحد دلوقتي، كم اخ ليا، كم اخ ثاني يتخلق، اهو اقول له ايه؟ اقول له اطبع ال ولذلك بص كاتبه ايه يا جماعه؟ امبلوي دوت امب كاونت. امبلوي دي اسم مين؟ الكلاس. برافو عليك، اسم الكلاس مش اسم اوبجكت. ان عاده الفاريبل اوبجكت. لكن ده لكن ده على مستوى الايه؟ على مستوى الكلاس. بالظبط. ودي عمليه تانية برضو هايفه. بس هنا كريت انستنس اوبجكت، موظف اسمه ام بواحد، زي موظف اسمه هدى، رحاب، محمد، ابراهيم، مروه، بسنت، ام بواحد دي من الفصيله دي دي، ووصلها الارجمنت هدى و 3200 غالبا الاسم ده، غالبا الاسم السالري، وام ب 2 خلقت اوبجكت تاني. لما اجي اخلق لما اجي اتعامل مع اتريبيوت اقول له ام بواحد دوت النيم، ام بواحد دوت السالري، او ام بواحد دوت ديسبلاي. ايه ديسبلاي دي؟ دي فانكشن عنده ورثها من الاب، ورثها من الكلاس اللي هو الابني. هنا اهو ام بي اوب واحد، ام بواحد دوت اتش، ام بواحد دوت اتش، ام بواحد دوت هنا بموديفاي، كنت خليته عمره 7 بالغلط وبعدين عملت عمره 37 وبعدين مسحت العمر خلاص. ديف اب ب 37 لازم يكون الام بيكون موجود بين لو. هنا عندي فانكشن برضو يعني ما حدش بيستخدمها كتير، جيت اتريبيوت وهاز اتريبيوت وست. عارفين الجيت والست بتوع الاوبجكت اورينتيشن؟ هقولها لكم. انا يعني دواعي السكيورتي لا يمكن ان انا اعمل يعني موديفيكيشن للفاريبل جوه الست. الست دي محطوطه في كبسوله انكابسوليشن، واللي فيها جوه يا بابليك يا برايفت، يا بابليك يا برايفت، يا بابليك اي حد يشوفه ويتعامل معاه، يا برايفت ما حدش يتعامل معاه الا الكلاس دي بس. الميثود يعني مثلا انا عندي كلاس اسمها ستودنت، اخلي اتريبيوت معين برايفت اللي هو مين مثلا الديجري، مش عايز اعرف او التقدير العام، مش عايز اعرف حد الجي بي اي بتاع الولد دوت. خلاص وده طبيعي حتى قوانين امريكا كده، ان انا لازم اخليه برايفت. يبقى لما في حد عايز يتعامل مع هدى، وهدى دي اتس اسيورنس، يبقى ورثت برضو ايه؟ برايفت ممبر. لا يستطيع احد ان هو يغير الجي بي اي بتاعت هدى او يقراها ويتعلم ويتعامل معاها. عرفنا كلمه البرايفت فاريبل؟ ايوه. يبقى خدها خدها الفاريبل، خدها الاوبجكت من الكلاس بتاعته ماشي. والسبب ايه؟ عشان السكيورتي.
يبقى هدى دي عامله زي الكبسوله كده، محدش هيعرف الداتا اللي جواها. طب عايز اعرف الداتا اللي جواها، انا مش انا اللي هو حد تاني يعني، فهعمل ايه؟ ففي حاجه لازم تعمليها جيت وبوت. جيت يعني هات لي فاريبل كان برايفت لا يتم التعامل معه الا من خلال الجيت. الجيت دي ايه؟ فانكشن ميثود موجوده جوه جوه الكلاس، هو بنسمى الاوبجكت. وبوت ومكنني من التعامل مع البرايفت دوت. يعني بمعنى اخر تاني، الكلاس دي الاوبجكت ده يا جماعه عامل زي الكبسوله مقفول على نفسه، هو فتح لك ايه؟ فتح لك ايه؟ فتح لك الاستعلام بس، هتلاقي جت بس. فتح لك التعديل كمان، هتلاقي ظهر لك بوت. يبقى جت او ست، جت وبوت او جت وست دول عباره عن فانكشن، لو ما عملهوش لهمش بابليك يبقى ما حدش هيشوف التعامل خالص مع ايه؟ مع هدى دي، مع الكلاس اللي اسمها هدى دي. اللي الاوبجكت، سوري الاوبجكت اسمها هدى. ادي معنى كلمه جت وبط. وده لسببين، دواعي السكيورتي، وفي نفس الوقت علشان يكتبها صح. افرض مثلا ايه؟ تاريخ ميلاد هدى، وانا بكتب تاريخ الميلاد بطريقه معينه، يبقى انا لازم تكتب التاريخ عن طريق مين؟ عن طريق الفانكشن اللي اسمها ايه؟ ست. ست دي هتجبرك، هتقول لك مثلا دخل السنه، دخل اليوم، دخل الشهر، وانا هروح ايه؟ ضايفهم بطريقتي انا، بالظبط، وبدخله بطريقتي يعني. مش انت تروح داخل على الفاريبل وكاتب اي 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 عبط فيها. فادي ايه؟ ادي ال ومن سبب يعني الست لازم الامبلوي، ولازم ال النيم، وجيت هي النيم ده الامبلوي، جيت اتريبيوت. اما الست اتريبيوت لازم تديني ايه؟ الاوبجكت، ولازم تديني الاتريبيوت، ولازم تديني الداتا اللي انا عملها. انا اخد الداتا دي اولا اشوفك ليك حق تراه ولا لا، كتبه بطريقه صح ولا لا، وهكذا. وفي نفس الوقت دي الاتريبيوت، يبقى شيل الاتريبيوت دوت اللي اسمه ايج من الام بي 1، وهذا اتريبيوت هيدي لك يا ترو يا فولز. لو كان الام ده ليه اتريبيوت اسمه ايج هيدي لك ترو، اذروايز هيدي لك ايه؟ هيدي لك فولز. ده البلت ان كلاس، ما اعرفش بيتعاد ليه، اللي هم دول احنا ما شرحتهمش انا يعني، دول انا ما شرحتهمش. دي نفس الكلام. في حاجه عندي دايما موجوده، حتى موجوده في الجافا برضو، مش موجوده في السي للاسف، اسمها garbage collection. انا خلقت شكت يعني فاريبل معاه بيديليت الحاجات اللي مش مستخدمه بالظبط، خليت اوبجكت ما، والاوبجكت دوت لازم حد يشاور عليه، حد يشاور عليه. فممكن واحد واثنين وثلاثة واربعة. عارفين كلمة اللينكد ليست؟ سوري بلاش لينكد ليست، عارفين كلمة السيمبوليك لينك او الهارد لينك؟ يعني ايه في دي في اليونكس وشرحتها المره اللي فاتت، مش مهم يعني. في السبورت لينك ده يبقى انا بعمل لينك، بعمل ريفرنس للفاريبل معين، ريفرنس ريفرنس بشاور عليه، وممكن اكتر من ريفرنس. افرض جميع الريفرنس انا قفلتها، يبقى الاوبجكت دوت هيقعد يعمل ايه اذا كنت ما خليتش حاجه بتشاور عليه؟ فلازم بتعمل له ايه؟ ديستروي. ديستروي ليه؟ جاربج كولكشن. اصبح هذا الاوبجكت لا احد يشاور عليه، يبقى ملوش لازمه يعني. طيب انا لحد كده انا هقف، واذا لقيتوا اي مشكله انا تحت امركم. وعلى فكره الفيديوهات دي كلها مشروحه بالتفصيل، بالتفصيل موجوده وموجوده بالترتيب ده، فاهمين قصدي؟ ها انا بس عايز اقول حاجه، عايز اقول حاجه واحده صغيره. أو وصفة جديدة MP4 لواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. طيب حلو، يعني موجودين يعني، أنا بس أنا يعني عشان الضمير واجعني شوية، فبشرح برضو رغم إنهم موجودين. ممكن أقول لك
بصوا يا جماعه، في عندي موقع اسمه W3 صح؟ كلكم عارفينه. طيب في بايثون كويز، فضلكم جاوبوا على السؤال ده على الكويز. الكويز هو واحد بس ما فيش غيره. يلا 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 مع بعض، يلا مع بعض، يلا عشان اوريكم كويز ازاي يعني. What is the correct syntax to output hello in Python؟ اختيار واحد. أربعة تحت، ربع واحد. ربع اختيار. ربع اختيار، صح. صح. اللي بعد. إيه الكومنت؟ تاني اختيار. تانية. تاني. تاني واحد. ايه اللي مش ليجل في الفاريبل نيم دي؟ يعني في ثاني واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، ثالث واحد عشان في داش ليه الداش، لكن دي اندر سكور مقبوله. اندر سكور ماشي تمام. زي كريت فاريبل فاريبل 5 اكس بتساوي 5 او اكس بتساوي انتجر 5 اكس اكس بتساوي 5 الاثنين صح. الاثنين صح. الاثنين صح. الاكستنشن ايه الاكستنشن بتاع البايثون فايلز؟ اول واحده مظبوط مظبوط. ازاي تكريتي فاريبل بفلوت الاثنين الاثنين صح. الاثنين صح. الاثنين والله انا شايف الاثنين صح. هنا عملت كاستنج، هنا كتبتها على طول. الاثنين صح. غير كاستنج مش مشكله. تمام. السؤال السابع كده. عندنا فين؟ variable or object in Python. الطيب ازاي تجيب الطيب؟ تاني واحده صح. تاني واحدة بس. طيب تاني واحدة ونفتح وسط. طيب بس مظبوط مظبوط. طيب بس مظبوط. ايه الكوريكت واي عشان تكريت فانكشن تكريت فانكشن في البايثون؟ ديف ماي ديف اول واحدة يا دكتور. اول واحدة. لا الكلر هي برضه موجودة. امال دي ايه الغلط؟ لا لازم ديف مش بالفانكشن ولا بكتبش كرييت، هبعمل ديف بس. لا ديف اول واحد. تسعة. الو از سيب از سنجل كود زي دبل كود. ترو. صح ممكن ده وده. السؤال العاشر. ازاي correct syntax to return the first character in string؟ أول واحدة of zero في string أو of zero. 11. عايز remove any white space. Any white space before as trim تالت واحد. يا trim يا strip. أنا أختارها strip. يا ترم وتلاقيه بتشتغل استريب بتشيل اللي قدام واللي ورا. ايه اللي بترجع الابر كيس؟ كلمه ابر كيس ابر كلمه ابر بس. لا صح هي ابر بس يعني ريبليس بارتس اوف استريج ريبليس. ايه الميثود اللي بتستبدل ريبليس بارتس؟ ريبليس بس ربع واحد. ربع واحد بالظبط بالظبط. which operator is used to multiply تاني واحدة عبيطة جدا دي. طيب حلو قوي الحاجات دي. can be used to compare أول واحدة. إيكوال أول واحدة. إيكوال أول واحدة.
اول واحد، لان ان دي لا تساوي دي مش موجوده خالص، ودي يساوي يعني الصايب لا مين الليست؟ تاني واحدة. تاني واحدة. تاني واحدة. صح. دي ست. دي ليست. دي ديكشنري. دي ست. لا يا طنب اللي تحت. ده غلط. انزل كده. لا صح يا دكتور. احنا مختارينها رست. مش انا بتحمل عشان ارجع فيه. ف طيب which of these collections define a tuple؟ ايوه يا قطعت بس بدور بس دي المدوره دي اخر واحده. اخر واحده. انا برضه مش لابس النضاره، النضاره عبيني مصمم انها ما ضاعتش، بدور عليها بقالي اسبوع. طيب الست. الست شبه ان هي تاني واحدة. الست دي طابل ودي ليست. دي طابل. الست تاني واحدة. تاني واحدة الست. التالت. تالت واحدة. التالتة ديكشنري. لا ديكشنري. لا مش ديكشنري. ديكشنري اللي بيكون فيها كلام كده. هي واحدة. طب كده تحت كده. هي انا مش باين تحت الكلام. هنا 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 براس زي دي بالظبط. دي واحدة من دول ست. ثالث واحد. دي ست يا دكتور. ثالث واحد صح. هنا ديكشنري. حوزين شكلها كلها. اللي بيكون فيها قلم. براس والقلم. الكي والبالو. الكي والبالو. ثالث واحد. مين الاوردر وتشينجبل وبتقلاو دوبليكيت؟ ليست. ليست على طول. ليست على طول. دي ان اوردرد. دي ان تشينجبل. السيت ان اوردرد. 21 قربنا نخلص. دازنت الاو دوبليكيت على طول. ست. على طول. دي في ابتدائي دي يا جماعه. تمام. How do you start writing if statements؟ آخر واحدة. آخر واحدة. برافو عليك. محتاجين زن ولا محتاجين أقواس؟ لا مش محتاجين. البايثون كويز بقى 23. تاني واحدة. How do you write تاني واحدة. على طول. تاني واحدة. تاني واحدة. عشان هي بتبقى زي الإفهام. مش محتاج بس تحول جسم اللوب. هنا اول واحده. هاو دو رايتنج فور اول واحده فور اكس ان واي صح كده. اخر سؤال بريك. اخر واحد بريك. هاو دو يو تو ستوب هي بريك على طول. اخر واحد بالظبط. بالظبط بالظبط. في واحدة غلط عندنا بس بقول لك انت يو كان بي براود اوف يور سيلف. ممكن تتباهي بنفسك يعني. بس في واحدة غلط. ايه الغلط؟ ممكن ترم يا دكتور. هي ترم. ترم. دي صح. يعني كده ويقول لك يور انسر الاولانية وهي 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 صح. حلوة. الثانية صح. الثالثة صح. الرابعة صح. الخامسة صح. ستة صح. سبعة صح. تمانية صح. تسعة صح. العشرة صح. الحداشر صح. استريب يا جماعة. استريب صح. أنا واحدة بقى اللي غلط. أنا كده بفتح عليها. والأبر صح. إحنا تقريبا نسينا واحدة يا دكتور ما عملناش عليها. ممكن. تشيك. ضرب صح. دي يساوي يساوي صح. اللي قبل الأخيرة. ودي صح. 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 احنا ما علمناش على الفور. نسينا نعلم على الفور. انا نصيب احنا كده كله صح. الحمد لله. الحمد لله. كده كله صح. طيب يا جماعة. انا يعني
اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره. معلش هي كانت ما اقدرش اضيع الكورس في تعليم البايثون، فبعتمد عليكم في تعليم البايثون، والفيديوهات كلها موجوده يا جماعه. يعني يا دكتور تمام، الفيديوهات كلها موجوده ممكن تسمعوها. يعني انا ممكن اكتفي اقول لكم بصوا على الفيديوهات، وكأن انا بشرح يعني ما فيش مشكله. طيب اذا لم تكن هناك اسئله فانا